بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي للحسيمة لكي لا تفوح رائحة الجثة المتعفنة، فآلات التبريد بالمستودع تتعرض منذ زمن إلى أعطاب متكررة، وما يزيد الطين بلة أن جثة الأموات مجهول الهوية تمكث هنا مدة قد تزيد عن الشهر، مما يفرض تلفيف الجثة بأكياس بلاستيكية عدة تفاديا لانبعاث الروائح الكريهة. أغلبية ديال الأموات الوافدة على المستشفى هما من الناس اللي ماتوا اللي توفوا من خارج المستشفى. وبالتالي مركز حفظ الصحه في البلديات ديال الحسيمه والمراكز الحضريه ما عندهمش، يفتقدون الى مثل هذا المستودع الاموات، لان الواجب هما اللي خصهم ياخذوا يعني يتكفلوا بهذه الاموات هذو وبالتشريح ديالهم وجميع الاجراءات الاداريه. بالنسبه لهذا المستودع الاموات حاليا لان هو مبرمج للاصلاح، وبالتالي توقع عليه الاعطاب في الالات التبريد من حين الى اخر. والى حين اصلاح المستودع ذي الصناديق الثمانيه يبقى الحل هو دفن الجثث. هنا اعضاء جمعيه ابتسامه بالحسيمه يتكفلون بهذه العمليه، ويحملون هنا جثة مهاجر إفريقي من جنوب الصحراء لفظته أمواج البحر. بعد الحصول على تصريح بالدفن يتم حمله ودفنه بمقبرة غانمين نواحي الحسيمة. هذا المستودع اللي تأمورتيسا ما بقاش خدام بعد إجراءات ديال التعديل والترميم ومجاور، ما بقاش خدام. دابا حاليا ملي كتحط فيه جثة وهاد الجثة كتعطل بالشهر وما فوق، ونعرفوا من أن جثة محطوطة ببيت عادي شهر أما فوق كي غادي تولي الحالة ديالها. أنا الإخوان كما لاحظتوا كاين عدة الإخوان في الجمعية كيتطوعوا بدفن، بعض الخطرات ما نقدروش نهزوا هاد الجثث بقوة الرائحة اللي فيها. كما كتشوفوا عندنا هاد المقبرة يعني ما كتسعش الناس بزاف، لأن كيتوافد عليها بزاف نتاع الموتى، وكما كتشوفوا يعني كندفنوا غير على جانب الواد. خصنا يعني البلدية ولا المسؤولين يشوفوا كيفاش يعني وجدوا لنا شي فضاء ديال المقبره باش نبقاو ندفنوا فيه الخوت. المطلوب اليوم اصلاح مستودع الاموات بالمستشفى وبناء مستودع جديد تابع لبلديه مدينه الحسيمه، وكذا تبسيط المساطر الاداريه المتعلقه بمنح تصاريح دفن جثث مجهول الهويه، فللميت حرمه كحرمه الحي واكرامه دفنه.